أهلا أعزائنا مشاهدينا في كل مكان. رح أتكلم في هذه الفقرة عن موضوع ألم يقدر، ورح تكون سلسلة موضوعات بنفس العنوان. الرب في العهد القديم أعلن عن ذاته أنه الله القدير أو الله القادر على كل شيء. وقيلت النبوة عن يسوع المسيح في إشعياء 9:6 يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا. والهدف اللي أخذت هذه السلسلة ألم يقدر هي مأخوذة من إنجيل يوحنا إصحاح 11 عندما سألت الجموع وقالت: ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ والقصة هكذا أحبائي، في عيلة كان يسوع المسيح بحبهم كتير، ألعازر، مريم ومرثا، وكان بلدهم بيت عنيا أو العزرية اليوم، هي شرقية جبل الزيتون. هذه العائلة كانت خاصة محببة على قلب المسيح. المسيح كان في منطقة أخرى، أرسلت الأختان إليه قائلتين: يا سيد، هو ذا الذي تحبه مريض. أجاب يسوع وقال: هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله، ليتمجد ابن الله فيه. ينبغي أن أعمل أعمال أبي مدام نهار. إخوتي وأخواتي، يسوع المسيح مكث يومين، راح لمنطقة العزرية إلى بيت عنيا، والعازر مات، وطبعا دفن، لأن العادات الشرقية لازم الميت يدفن بنفس الموت. فمن لحظة موته لوصول المسيح كان موجود في القبر 4 أيام. والمسيح كان عاوز يروح للقبر. أجابت مرثا قالت: يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت أخي. لكن المسيح مش محدود بمعجزات الشفاء، لكنه الخالق ويقدر أن يقيم الموتى ويحييهم. وفعلا راح لعند القبر، وفي هاي المرحلة كان في بكاء وكان في عويل، لدرجة أنه يسوع المسيح اضطرب من هذه الوضعية. والناس الموجودة في هذا المكان عارفين عن حادثة أخرى عملها يسوع المسيح، اللي هي شفاء المولود أعمى في يوحنا 9. فكان يسوع المسيح موجود في بيت عنيا، فسألت الناس: ألم يقدر هذا الذي فتح عيني المولود أعمى؟ لأنه فتح العيون كانت فقط من اختصاص المسيح، أي المسيح، أن يجعل هذا أيضا لا يموت. ثم أحباء المسيح قال عبارة: إن آمنت ترين مجد الله. فذهب يسوع أمام القبر وصرخ: العازر هلم خارجا. فخرج الميت. أحبائي، 4 أيام مكتوب عنه أنتن، يعني المسيح خلق في جسد جديد، أعصاب ودم وحركة، ويعني خلق إنسان جديد. وفعلا أثبت أن اللي فتح عيني المولود أعمى هو نفس المسيح، يقدر أن يقيم الموتى أيضا. هذا السؤال طبعا كان عند قبر العازر، وأقام المسيح الميت. وعلى فكرة مش بس العازر، المسيح أقام موتى كثيرون، العمي يبصرون، ومن جملة المعجزات والموتى يقومون. أقام ابنة يايرس رئيس المجمع، أقام ابنة الأرملة، أرملة نايين شاب صغير، قال له: لك أقول قم. وفعلا قام الميت. وهاي قصة العازر، نعرف أنه بسلطان أنه المسيح أقامه وأحيا وخلق إنسان جديد. لكن كل هالقصة دارت حول موضوع يسوع عندما فتح عيني المولود أعمى. ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ في يوحنا 9، لما كان يسوع في منطقة طبعا بجانب الهيكل، في عند بركة سلوام، في هذه المنطقة، سألوا المسيح: من أخطأ، هذا أم أبواه، حيث أنه ولد أعمى؟ أجاب وقال: لهذا أخطأ ولا أبواه،
ولكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي في آية 5 ينبغي أن أعمل أعمال أبي ما دام نهار. وفعلا تفل صنع من التفل طين وطلع عيني الأعمى وقال له روح اغتسل في بركة سلوام. اغتسل ورجع بصير. وطبعا قامت ضجة لأنه المعجزة كانت يوم السبت. والناس لما بتكون مشغولة في العقيدة ولما بتكون مشغولة في مظاهر التدين ولما مشغولة بحرفية الناموس بينسوا نكران الله إنه هذه المعجزة عظيمة جدا إنه يفتح عيني مولود أعمى. وفعلا يعني النتيجة أحبائي هذا المولود أيضا خلق المسيح له عينين جديدة. وهي مش المرة الأولى لما المسيح أجاب على يوحنا المعمدان العمي يبصرون. في مرة أعمى أريحة صرخ يا ابن داود ارحمني. وقف يسوع وسأل ماذا تريد أن أفعل؟ قال له أن أبصر. فرد له البصر والبصيرة في آن واحد. وهالمولود أعمى اللي ولد أعمى خلق عينين وفتح عيني المولود أعمى. فالجواب على هذا السؤال كان بآية كان بمعجزة. حبائي المسيح مش بيتكلم مجرد كلام ولا مجرد يعني أفعال بتحاول يمكن مشبوهة. كل شيء كان بيعمله كان واضح. وهذا إن دل على شيء بدل على مصداقية المسيح وعلى شرعية دعوته وإنه حتى النبوة والدعوة مجيئه للأرض كان مؤيد بآيات وبمعجزات مش بس مجرد كلام. فطبعا أي نبي يدعي النبوة لازم يأتي بالآيات البينات ولازم فعلا يثبت القدرة أنه جاء من عند الله. لدرجة حتى لما أقام أو شفى المولود أعمى يعني حتى هو لما كانوا بيتهموه أنه هذا عمل شيطاني لأنه شفى في يوم السبت هو جاوب عليهم قال منذ الدهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى لو لم يكن هذا من الله. لاحظ الكلام لو لم يكن هذا من الله يعني جاء من عند الله لم يقدر أن يفعل شيئا. فإذا الذي يأتي من عند الله هو القادر على كل شيء يقدر أن يفتح عيني المولود أعمى ويقدر أن يقيم الموتى أيضا. ثم أجاب يعني حتى الفريسيين المتدينين ألعل شيطانا يقدر ما هو القدرة بس لله أن يفتح عين أعين العميان. بارتيماوس فتحت عيناه المولود أعمى اتفتحت والموتى قامت بل المسيح أقام نفسه. أحبائي ألم يقدر؟ هو يقدر. يمكن أنت في حالة السبات النوم في الخطية. يقول الكتاب لذلك استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. المسيح أقامنا معه ثم أحبائي حررنا من هذا السبات. يقدر أن يفتح عيوننا ويقدر أن يقيمنا من سقطاتنا من ضعفاتنا من خطايانا التي تحت بسبب العمى الروحي الموجود فينا. أصبحنا بالعمى والجهل والظلمة وتحت سلطان الشيطان. ألم يقدر هذا؟ إنه يقدر أن يفتح عينيك الآن وأن يقيمك من سبات الخطية. ومهما كانت الظرف مستحيل في حياتك حتى لو وصلت إلى درجة الموت وأن تنت يعني ريحتك طلعت وما فيش أي إمكانية اللي بتقدر تحررك أو تخلصك هو القادر على كل شيء. تعال يسوع المسيح قل يا رب ارحمني أنا الخاطئ. قل يا رب أنا بدعوك لحياتي. صلي قل له يا رب قيمني من سبات الخطية من الموت. صلي كمان قل يا رب افتح عيني حتى أبصر حتى أشوفك حتى أختبرك في حياتي. لو فعلا محتاج مساعدة أو صليت هذه الصلاة على فكرة بحب أسمع منك.